معنا سي مراد الفرشيشي كاتب عام الاولمبي البيجي. مرحبا بك سي مراد. وبيك مرحبا. دي سي مراد حبينا ناخذ من عندك يعني اخر اخبار الاولمبي البيجي. سمعنا اولا في بدايه الحوار هذا سمعنا انه رئيس الاولمبي البيجي كمال والي قرر رسميا تراجع يعني عن قرار الاستقاله نتاعو. عرفت الاجتماع الدوري للمدير الاولمبي البيجي تم اقناع السيد كمال والي على الاستقاله وبالتالي تراجع الاستقاله نتاعو. بطبيعة الحال الاستقالة ما تجيش كماهيش وليت الصدفة، ثم برشا الوعود اللي كانت إن شاء الله مش تترجم على أرض الواقع، وبرشا وعود معناها خاصة ضائقة مالية تعدى بها جمعية، ككل جمعيات في تونس باش يبقى برك راهي تعمل تأثير إكسبسيون، هذه إشكالية جمعيات كل في تونس. أنا إن شاء الله الوعود اللي جات تترجم على أرض الواقع، وبالتالي تحل المشاكل المالية ويكمل الفريق مسيرته بثبات إن شاء الله. باهي سي مراد الأولمبي البيجي يمر بأزمة مالية خانقة الفترة هذه. بطبيعة الحال يا عندك برشا انت عندك برشا التزامات والتزامات لابد باش توفي بها. اول حاجه عندك خلص اللاعبين ثم ترونش الاولى ثم اجور تاع اللاعبين، عندك الاطار الفني كيف كيف خلص الاطار الفني، عندك العمل اللي جايين عنده على يخدموا معكم في الباجي كيف كيف المزودين، انت عندك اول حاجه السكن والاعاشه المطعم كيف معناها كلها معناها لازم تتطلب برشا مجهودات جباره باش تنجم الفريق معناها يمشي في الطريق الصحيح والطريق السوي، اذا ما تضاف كل الجهود راه يد واحده ما تصلحش. وهذه من المصلحه نتاعكم انتم دعوه الى كل محبي الاولمبي البيجي خارج او داخل حدود الوطن. الناس اللي غيروا على الاولمبي البيجي اللي غيروا على جمعيتهم، جمعية الام، جمعية العريقة يعملها معناها مشي شويه الاولمبي البيجي راه. هذه دعوه باش الناس كل تضاف الجهود الكل. باش نحاولوا باش نحلحلوا الوضعيه اللي احنا فيها تو ماهوش صعيب على اهالي باجا وعلى محبي الاولمبي الباجي وليس معناها شيء ليس بعزيز. نعرف الباجيه يحبوا الجمعيه نتاعهم ويتنفسوا ويتنفسوا كوره ويتنفسوا الاولمبي الباجي. تعال شنو عندنا في الجهه؟ كما عندنا كان الرياضه وخاصه الاولمبي الباجي اللي قاعده معناها العباد كلها باها والعباد الكل معناها مشغوفه بحبها وتحاول باش تعملها وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صناعه عام يتعدى باهي. نقطة بلي حبيت نوضحها للناس الكل اللي كونها اللي صار الجمعه اللي فاتت الاستقاله تاع الرئيس اثرت سلبا على لا 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 بالعكس انا اطار فني كوب كان محيط احاطه تامه باللاعبين نتاعه ومركزين على المقابله نتاعه. الكوره ما مشاتش ما نثبتناش الكوره لعبنا خير من الشباب وثم برشا جزئيات احنا في غنى عنها ما حبوش يجدوها اما احنا بالنسبه لنا احنا لعبنا خير منها وخاصة الشوط الثاني شديناها في الكون نتاعها غاديك ما فاتش الستونت لولا الحظ اللي ما صعبناش وبرشا كرات وتغافل الحكم في اخر مباراة على ضرب جزاء واضحة للحكومة هذا كلش عنا فيه ان شاء الله الجاي افضل وان شاء الله كيما نقولوها خير بخير.